في الأخبار الدولية، قام الموالون في روسيا مراسم دفن الأسد الطاهرة للإمام الحسين وأهل بيته الكرام وأصحابه الميامين عليه وعليهم أفضل السلام بحضور مختلف الجنسيات. وتضمنت المراسم تقديم محاضرات دينية بلغات عدة من أجل إيصال الأفكار وشرح ثورة الإمام الشهيد إلى الجالية الإسلامية بمختلف أعراقهم. فؤاد السراي وهذا التقرير. بهدف التعريف بقضية الحسين عليه السلام وما جرى في كربلاء من كافة جوانبها، أقام المسلمون في روسيا مجلس عزاء ليلة 13 من محرم الحرام، والذي يمثل دفن الأجساد الطاهرة باعتباره مفصلا مهما من مفاصل واقعة الطف الأليمة، بجو من الحزن والبكاء على مصيبة بيت النبوة. يسمى هذا المكان حسينية الزهراء عليها السلام، وجاءت هذه التسمية لأننا نحيي فيها الأيام الفاطمية التي تمتد لعشرين يوما في السنة، كما تقام كافة المناسبات الدينية لا سيما مواليد واستشهاد الأئمة الأطهار وكذلك صلاة الجمعة. حاليا نقيم مجالس عزاء الإمام الحسين عليه السلام طيلة أيام شهر محرم الحرام. لا يختلف برنامج مجلس العزاء الحسيني في موسكو عن غيره من بقية المجالس التي تعقد في مختلف مدن ودول العالم، إذ يستهل بقراءة آيات من الذكر الحكيم ومن ثم اعتلاء رجال ديننا المنبر ليلقوا محاضراتهم بعدة لغات من أجل إيصال الأفكار وشرح ثورة الإمام الشهيد إلى الجاليات المسلمة في روسيا بمختلف أعراقهم، ليأتي بعد ذلك إقامة عزاء المراثي. يمكن القول بأن مجلس الحسين عليه السلام متكامل الأوجه، حيث نقيم الصلاة ونقرأ القرآن الكريم أولا، ومن ثم نستمع المحاضرات والمواعظ، وبعد ذلك نشارك في مجالس اللطم. مشهد يفرح القلوب ويبعث الأمل في النفوس، حيث غص المجلس بالمؤمنين ولم تستوعب قاعات حسينية الزهراء الجموع الذين تجمهروا حول المبنى من كافة جهاته، وأكدوا بأنهم جاءوا تلبية لنداء الإمام الحسين عليه السلام: ألا من ناصر ينصرنا، وأصواتهم تصدح لبيك يا حسين. السلام عليكم ورحمة الله. сегодня прошла третья ночь после عاشوراء، третья ночь после гибели إمام حسين عليه الصلاة والسلام. اليوم هو 13 من محرم الحرام، 3 أيام مضت على يوم عاشوراء. نشرح للمؤمنين الأحداث والعبارة منها. بفضل الله سبحانه وبركة الإمام الحسين تجري المجالس بسلاسة رغم القيود المفروضة في مختلف دول العالم بسبب كورونا. وهنا أريد أن أذكر عبارة قرأتها عندما كنت في كربلاء: قتلونا بقتل الحسين وقتلناهم بحبه، فهذا الحب لإمامنا سيبقى في قلوبنا إلى يوم القيامة. ونحن قتلناهم بحب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في موسكو 13 يوم محرم. لن ننسى يوم الطف ما حيينا، وسيبقى نور الإمام الحسين عليه السلام يشع إلى يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق المؤمنين زيارة مرقده المقدس في كربلاء. كان الإمام الحسين وما زال الشمعة التي تستنير بها الإنسانية، وسيبقى نورا وهاجا يضيء في كل الأزمنة والأماكن، فهذه الحشود الواسعة ما هي إلا تأكيدا على عالمية القضية الحسينية. فؤاد السراي، قناة كربلاء الفضائية، موسكو.